كل سنة وأمهات مصر كلهم بخير. النهاردة من أول حلقتنا قررنا نكون بدايتنا مختلفة، قررنا نحتفل بكل أمهات مصر ونحتفل مع الأطفال الحلوين ونشوفهم إزاي بيقدروا أمهاتهم وبيحتفلوا بيهم. وكانت البداية كانت لازم تكون من حضانة سوبر كيدز. حضانة سوبر كيدز احتفالها كان مختلف جدا السنة دي، عملوا حاجة بسيطة قوي، فرحوا الأطفال وفرحوا كمان الأمهات. عشان كده دلوقتي بينضم ليا أستاذة سلمى جوهر، وهي هنا الهيد ماستر في حضانة سوبر كيدز، واللي هتقول لنا إزاي الحضانة ماشية بسيستم مختلف، وفي الاحتفال كمان بتمشي بسيستم مختلف وبتفرح الأطفال وكمان بتفرح الأمهات. فخلونا نرحب معاكم بأستاذة سلمى جوهر. أهلا بيكي. ازيك؟ عاملة ايه؟ منوراني. وانت اللي منورة الحضانة وكل الكرو بتاعك. والله طبعا هابي ماذرز داي، كل سنة وانت طيبة. وانت كمان، وانت طيبة. كل سنة وانت أحلى أم. ربنا يخليك. وأحلى هيد ماستر طبعا. ربنا يخليكي. طبعا مبسوطة بجد إن انت رغم صغر سنك ما شاء الله ما يبانش خالص إن انت مسؤولة عن كيان زي اللي احنا فيه النهاردة. ربنا يخليكي. هو كفاية بس إن انت يعني ذوقك أصلا، وبجد والله كل اللي بيشتغلوا معاكي في البرنامج كلهم ذوقك. ودايما موفقة وناجحة يا رب. يا رب. وفي البداية كان لازم نعرف منك، خلينا الأول نتكلم عن الحضانة إن جنرال، لأن فعلا المكان حلو قوي، مريح قوي، في أمان، وده احنا شفناه في كل تفاصيل اليوم. فالفكرة أولا جات لك إزاي؟ مبدئيا أنا خريجة إعلام، أوكي. بس أنا أصلا عندي يعني اتلخمت بقى، عندي أطفال وكده، فكان أنسب حاجة إن أنا أعملها الحضانة. جميل. أوكي. ابتدينا الأول طبعا من 2012، اوكي، ابتدينا معانا كان عدد قليل، ابتدينا نتعرف وابتدينا يبقى حد يكلم حد علينا وبتاع، لغايه لما ابتدى الحمد لله يبقى عندنا الحمد عدد لله. الحمد لله في الحضانه الحمد لله. بس وابتدينا بقى يعني بالخبره كده نتعلم ونقول هنعمل كذا، طب نشوف المنهج ده مع الاطفال هيبقى عامل ازاي. اكتشفنا ان احلى حاجه ان انت تبعدي عن الـ عن الـ عن الكمبيوترز وعن الايباد وعن الوسائل اللي هي يلا تي في يلا اللي للاسف تعلم. بقت مدمره للجيل ده. بالظبط. طب خليني برضو اتكلم معاكي عن عنصر مهم جدا بيهم كل امهات مصر تقريبا، الامان. وده انا لاقياه في حاجات كتير. اولا في كاميرات في كل مكان في الحضانه، في مدرسه لكل طفل تقريبا، وده انا شفته حتى في الجاردن تحت. اختيارك للتيتشر بيبقى بناء على ايه؟ اولا لازم ان هم بعيد بقى عن الدراسات او ان هي تبقى جباره في معاها معرفش ماستر ايه وبتاع وكده، ده طبعا مهم مش هقول لا، بس اهم حاجه يبقى فيه الطقطان الخلق. بالظبط. ان انت يبقى عندك طقطان اصلا تتعاملي مع الطفل. طفل زي ما شفتي عندنا في اطفال لازم عندهم عايزين يتكلموا وعايزين، انت ما ينفعش تكتمي الطفل، ما ينفعش على طول لا واسمع انت وانا هقول لك 1 2 3 واسمع. لا، الطفل عايز يتكلم وعايزك تقنعيه اصلا الفكره دي جت منين او الموضوع ده اصلا جه ازاي. يعني مثلا بنتكلم في الترانسبورتيشن او بنتكلم في المواصلات او في المهن او اي حاجه، لما بناخد الموضوع واخر الاسبوع بنطبقه اللي هو الطفل يلبس المهنه اللي هو عايزها. حلو قوي. فخلاص هو عرف ان الدكتور هو السماعه وهو ده، عرف ان المهندس ادواته دي، من غير ما تقوليه، من غير ما تقولي له قول ورايا. هو خلاص عيد. خلاص قصه قول ورايا انتهت. بالظبط. انت عارفه يا سلمى طبعا ان انت اكتر سن صعب. بالزبط. انت واخداه. بالظبط. انت بتقبلي من اول سن كام؟ من 3 شهور. من 3 شهور لحد كام سنه تقريبا؟ لغايه قبل المدرسه بري سكول اللي هو 4 سنين. بالظبط. يعني من 3 شهور لاربع سنين. وكل واحد ليه منهج غير التاني. يعني طبعا الصغننين دول اهم حاجه ان هم يتشالوا ويتدلعوا ويتبسطوا وبتاع، اهم حاجه يروح لمامي نظيف وكل ده. النهارده الطفل ده مش بيتكلم. صح. ما مش هيرجع يقول لك انا عملت كذا، انا حصل فيا كذا. بالظبط. فانت لو ما عندكيش امانه مع الطفل ده يبقى النهارده مش هيجي لك ناس ثانيه. من امتى يا سلمى بنبتدي نقول الطفل ممكن يمسك قلم؟ يعني هنا في السيستم الحضانه ايه السن اللي بتبتدي تقوله لا يمسك قلم، ولا هو كل الموضوع ان هو معلومات ويتبسط ويلعب؟ هو ما ينفعش ان هو يمسك قلم دلوقتي خالص. يعني النظام الحديث انت ما فيش تمسكيه قلم خالص خالص. حتى لو خدنا بالنا نظام التعليم بره، انت ما بتمسكيش الطفل اصلا في الكي جي 1 وكي جي 2، مش بتمسكيه اصلا قلم. انت اهم حاجه توسعي المدارك. صح. طول ما انت بتوسعي مدارك الطفل الكتابه دي سهله وامرها سهل، لكن بقى عارف عموما ايه اللي في حياته، ايه اللي في البيئه المحيطه بتاعته، هو هيعمل ده، طب ايه السلوك اللي هو يعمله، طب لازم نغسل سناننا، طب احنا مثلا هنعمل موضوع مثلا زي السنين، عملنا لهم ماكات وورينا لهم ان الشيب الحاجات اللي بنشتريها من بره دي ما ينفعش، وان الاكل الهيلثي او الاكل الصحي هو اللي بيبقى كويس مع الطفل. حلو قوي. بطريقه ان انت وصلتي لي المعلومه بغير ما تضغطي عليه تماما، ان انت مجبر ان انت تغسل اسنانك او ما تاكلش كده. بالظبط. والطفل عموما بيحب الحاجات دي. يعني الطفل بيحب ان هو لو خدتي بالك حتى الاطفال تحب تمسك الحاجه،
حتى البيبيهات انت صح. لو انت بتشوفي مع بنتك او ابنك حقيقي. في البيت وهم صغيرين بيسحفوا بيمسك الحاجه عشان يعرف عايز يعرف عايز يكتشف الدنيا بالزبط. من حواليه. انت في البيت مش هتقدري توفري ده مهما كان. احنا هنا بيبقى عندنا طاقه من ساعه احنا ده شغلنا والحمد لله الحمد لله ربنا موفقنا ان اللي بيشتغلوا معانا بيحبوا الاطفال بيحبوا الاطفال بالظبط. ما دي مهمه جدا ان لازم اللي يدخل المجال ده يبقى عنده صبر وحب للاطفال عشان يقدر يديهم بخلاف طبعا الدراسه. الدراسه دي مهمه طبعا. وكل حاجه لكن زي ما احنا بنقول لو انت مذيعه شاطره انت مذيعه شاطره عشان عندك قبول وكل حاجه وفي نفس الوقت درس ده مع ده طبعا بالظبط. بس اهم حاجه بيبقى عندك ان انت عايزه ده الشغف بالمعلومه ان انا بالظبط بالظبط. انا طبعا شايفه ده جدا يعني حتى انت شرحت لنا حاجات كتير بس ده لمسناه مع الاطفال لمسناه في اليوم النهارده في يوم بيعكس بهجه. انا نفسي سعيده الحمد لله سعيده باليوم يا رب دايما يا رب دايما.